استاذ حمزه، تزامنا مع هذه الزياره الان والحديث عنها، وسائل اعلام اسرائيليه تحدثت عن قيام تركيا بطرد عدد من قاده ومسؤولي حماس من اراضيها، وهو امر ربما نفاه مصدر من حماس لوكاله انباء تركيا. صحيح، مصدر رفيع المستوى من حماس، حتى انا تكلمت مع العديد من قاده حماس ونفوا هذا الامر، وحتى من الجانب التركي هناك نفي تام بهذا الامر. طبعا الاعلام الاسرائيلي الان يضغط كثيرا، لان هناك حتى رفض اعلامي وسياسي اسرائيلي في الداخل الاسرائيلي لاي تعاون مع تركيا، لان كثير من الابحاث التي قراناها خلال الساعات الثمانية واربعين الماضية في الاعلام الاسرائيلي وبعض مراكز الابحاث الاسرائيلية تقول ان الغزل التركي للجانب الاسرائيلي هو فخ، وبالتالي ينظرون لأي تقارب إسرائيلي مع تركيا على أنه فخ لصالح تركيا اقتصاديا وسياسيا في المنطقة على حساب مصالح الاحتلال الإسرائيلي. هذه وجهة النظر الأكبر اليوم في الداخل الإسرائيلي. لا يوجد رضا في الداخل الإسرائيلي عن تقارب حقيقة مع الجانب التركي. رأينا لو سمعنا قبل قليل رئيس وزراء الاحتلال أن الإسرائيلي يقول إنه يرفض رفضا قاطعا فكرة الدولة الفلسطينية، وبالتالي المصلحة بس إذا الحسن